عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي القناة، أخباركم لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حنشات بالكفتة والخضرة، كيجيو مقرمشين لذاد. خليكم مع الطريقة والوصفة كما العادة، وفرجة ممتعة إن شاء الله. غادي نحتاجو في المقادير عندنا نص كيلو ديال الكفتة، عندي وحدة قرعة محكوكة، هنايا عندي 3 نتا خيزو محكوكين، بصلة كبيرة أنايا شلطتها، إلا كانو صغار غادي ديرو زوج. كنحتاجو كمية من القزبر المعدنوس مقطعين، الزيت وزيت الزيتون أو زيت العود، العطرية عندنا الملح والبزار والتحميرة، وكنحتاجو الورقة ديال الفيلو بطبيعة الحال اللي هي هادي. كناخدو واحد المقلة، أنايا هنايا درت شوية تاع الزيت، كنزيد لها زيت الزيتون أو زيت العود. صافي غادي نديرها تسخن مزيان، بعد غادي نضيف البصلة ديالي ونخليها تشحر. أنا البصلة ديما كنضيف لها واحد القبيصة تاع الملحة باش في ساعة كتدبال وكتنزل. صافي غادي نغطي عليها ونبقى مرة نحركها حتى غادي نحسو بالبصلة ديالنا بدات كدوب. هنا كما كتشوفوا البصلة بدات كدوب، غادي نضيف لها خيزو ديالي، القرعة، غادي نخلط الكل ونخليهم يتشحروا مزيان. بعد ما تشحرت الخضرة غادي نضيف هذه الكمية ديال الكفتة اللي عندي، ونضيفوا العطرية، القزبر والمعدنوس كما غادي تشوفوا معايا، الملح، البزار والتحميرة. تقدروا تزيدوا الكمون اللي بغى الكمون، العطرية كتبقى على حسب الذوق. تقدروا تزيدوا اضافات كما تقدروا تنقصوا اضافات. صافي من بعد غادي نخلط الكل ونخلي الكفتة ديالي حتى كتطيب وكتشحر، ما كيبقاش فيها الماء. نسيت ما ذكرتش في المقادير 100 غرام ديال الفرماج محكوك. بعد ما طابت الحشو ديالنا غادي نضيف لها هذاك الفرماج ديالي وغادي نحرك مزيان ونخليها على جنب. كنديو جوج ورقات من الفيلو والباقي كنجمعوه، كما كنعرفوا الورقه في الساع كتنشف، كنجمعوه وكنخليوه على جنب. نكملوا الاولى ونزيدوا الكميه الاخرى. صافي هنايا غادي ندهنها بالزيت مزيان، كما نعرفوا الورقه نتاع الفيلو كتبغي الزيت، كندهنوها مزيان كميه من الزيت. كناخذوا الحشو ديالنا اللي كيكون برد طبيعه الحال، هنا ما نديروش حامي، باش الا درنا حامي غادي الورقه ديالنا تعجن وما غاديش نقدروا نتحكموا فيها. كنديروا على شكل طولي في واحد الجن كما كتشوفوا معايا، ما كنديروش غلاد بزاف باش ما طرطقناش الورقه، كنديروه رقيق متوسط. غادي نرجع عليه العجين تاع الفيلو كامله، من بعد نعطيها الشكل ديال المحنشه اللي كنعرفوه. هنا في الاخير كنشدها بواحد الكيردون باش ما كتحليش. صافي وكنبقى مكمله بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال الحشو وديال المحنشات.
بعد ما كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا كنديروها في واحد الصحن اللي يدخل الفران، شعل على 180 درجه، كندهنوها بواحد البيض وكنرشوا عليها الجنجلان وكندخلوها حتى كتحمر وتطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي مقرمشه ولذيذه. نتمنى ان شاء الله الوصفه اللي حضرت معكم تعجبكم وتجربوها، وبالصحه الفطور. مع السلامه.